استبدال الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان آلة القانون. تم إحداث أكاديمية آلة القانون بالمملكة المغربية. فغنتكلموا على أكاديمية القانون بالمملكة المغربية ونشوفوا الأهداف ديالها. من الأهداف ديالها احنا كنعرفوا على بالنسبة لآلة القانون كاين ميثود الشرقي. ملي كنتكلم على الميثود هي طريقة العزف، عندنا طريقة العزف الشرقية وطريقة العزف التركية. ومن هنا جاء التفكير، قلنا علاش ما تكونش عندنا خصوصية في آلة القانون؟ شنو هي هذه الخصوصية؟ علاش ما يكون عندنا الميثود المغربي؟ ومن هنا جات التفكير ديال إحداث أكاديمية لآلة القانون. إذا احنا بغينا نضيفوا البصمة المغربية على آلة القانون. كيفاش؟ انا غادي نقرب للمشاهد الكريم من هذه الجملة بالضبط، بحيث تكون عندنا منين نعزفوا المقاطع الموسيقية المغربية نعزفوهم وكأن آلة القانون صنعت من هذا النوع بالضبط من الموسيقى. هذا هو الميثود، هذا هو المقصود بالميثود، كأن هذا آلة القانون تصوبت من هذا النوع بالضبط، باش المستمع منين يسمع هذا التراث ديال الناس والاندلسيس والشقوريس والغرناطي او الملحون او هذا، كيقول سبحان الله بان هاد الاله راه قديمه بحال اللي الناس فهمتي كانوا متواردين. بينما آلة القانون دخلت عندنا المغرب في 1908. هذه هي الفكره جات. علاش ما نديروش حنا بصمه مغربيه في آلة القانون؟ نحاولوا نوظفوا التقنيات، بزاف ديال التقنيات في الميثود اخرين في الموسيقى، في العزف على آلة القانون في الموسيقى المغربيه. ومن هنا جات الفكره وتم الحديث عنها البارح، واسسنا أكاديمية آلة القانون بالمغرب. والجميل بانه كان واحد التشارك ديال الافكار. لقينا عندنا استاذ من 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 الضيوف اللي جاوا من اكادير، من 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 طنجة، من مراكش، من الرباط، من سلا، يعني كافة ربوع المملكة. هما عازفين تقريبا، عندهم ما بين عقدين من الزمن من الممارسة على الموسيقية على آلة القانون، يعني عازفين على آلة القانون، يعني ما كيتفوتوا 20 عام أو 30 سنة. إذن ملي خدينا هاد الناس هادوم وبالتجربة اللي عندهم فكرنا في إنشاء هاد الأكاديمية، وإن شاء الله غادي نحاولوا. الهدف الكبير اللي رسمته الأكاديمية واش هو التعريف بالمدرسة المغربية بشكل عام؟ شوف غادي نقول لك واحد الحقيقة اللي كاينة، وللأسف المعهد ديالنا الموسيقية حاليا في أقسام آلة القانون كتلقى، وهذه الجملة يعني أنا بغيت نسمعها كل طالب ديال آلة القانون كيدرس في المعهد الموسيقي آلة القانون، وفي المناهج الدراسية اللي عندنا بالنسبة لآلة القانون عندنا مناهج شرقية، يعني شنو كيدرس؟ كيدرس السماعي، البشراف، اللونغا، هادوم كلهم شرقيين، يعني من مصر، سوريا، مؤلفين عربيين. ولكن كتلقى الطالب جايب آلة تركية كيعزف بها ميثود شرقي، راه ميمكنش. واش هاد الطالب غادي يعزف موسيقى عربيه بقانون تركي؟ يعني صعيبه بزاف في التعبير. هذيك الات صوبات الموسيقى، واحد الموسيقى معينه اللي هي موسيقى تركيه، عندها الابعاد ديالها، عندها فهمتي، عندها الخصوصيات ديالها. حنا ميثود كنديروا ميثود شرقي، خصنا تكون عندنا اله شرقيه، فهمتي. ومن هنا جاء التفكير ديال كيفاش نوظفوا هاد الالات باش نخرجوا بواحد الميثود مغربي خاص بآلة القانون. شكراً.